ضيفتنا اليوم الموهبة في الرسم على الزجاج لبنى القباطي. أهلا وسهلا فيك لبنى معنا اليوم. أهلا فيك يا فنان. الله يحييك. لبنى معنا مجموعة أسئلة خفيفة بنسألها بالبداية، بعدين برجع لمجموعة أسئلة نتعرف فيها عليك أكثر وعلى موهبتك في الرسم. مستعدة؟ مستعدة. أول سؤال كالعادة، أوصفي نفسك بكلمة. شغوفة. جميل. وأكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ واتساب. وأجمل مكان زرتي في حياتك؟ اسطنبول. مكان تتمني زيارته؟ مكان له قيمة معنوية كبيرة عندي هي مدينة التعز. جميل. شخصية تتمنى مقابلتها؟ أتمنى مقابلة نفسي بعد 10 سنوات. جميل. مجال دراستك؟ طب لبنى، نتعرف الآن بشكل مختصر على لبنى. من هي؟ لبنى القباطي، طالبة سنة تحضيرية في تركيا مدينة أنقرة، تخصصي طب بشري. جميل. عندي مواهب، أحب أتعلم الأشياء الجديدة والمطالعة وكل شيء جديد. كم لغة تتكلمي؟ العربية، الإنجليزية والتركية. جميل. طيب نرجع لك ونتكلم عن الرسم، كيف كانت بداياتك في الرسم على الزجاج؟ بدايتي في الرسم على الزجاج هو إني كان قبل الرسم على الزجاج كان عندي مواهب أدبية مثل الكتابة والشعر. جميل. والتصوير الفوتوغرافي، وأيضا مواهب فنية مثل العزف على آلة الكمان. جميل، رائع جدا. طيب ليش اخترتي من بين هذول كلهم مجال الرسم على الزجاج واستقريتي عليه يعني كما يبدو؟ فحبيت إني أدخل كمان في الفن. ما سمعتكش لبنى؟ السؤال لو سمحتي لي لأنه مش واضح. أقول لك من بين هذه كل المواهب ليش ركزتي على الزجاج بالضبط، على الرسم في الزجاج؟ مثل ما قلت لك إنه كان عندي مواهب عديدة يعني في مجالات مختلفة، فحبيت إني كمان أدخل في المجال الفن اللي هو الرسم على الزجاج. وكمان لحبي لهذا الفن يعتبر نادرا يعني مش معروف بكثرة. جميل. طيب طالبة طب وغزيرة مواهب، هل هناك عائق استطعتي تجاوزه؟ هناك عائق استطعت تجاوزه والحمد لله، الذي هو عائق الغربة. جميل. كيف تجاوزتي؟ أول شيء بالتأقلم مع المجتمع، كوني يعني فتاة وأتيت هنا لوحدي يعني للدراسة، فأكيد كانت هناك معوقات كثيرة يعني، فالحمد لله تجاوزت حاجز الخوف والغربة. رائع. طيب لبنى، باعتبارك رسامة، ما الذي يلهمك في اختيار وتحديد الرسوم؟ كل ما هو جميل وهادف ويحمل رسالة.
جميل. طيب بسمة، بما احنا تكلمنا على رسومك نروح نشوف بعض اعمالك ونرجع نكمل معك. بعد ما شفنا مجموعة من رسوماتك، ما هي أبرز قواعد الرسم على الزجاج برأيك؟ التوازن والدقة. جميل. طيب وما الذي يميز فنان الرسم على الزجاج عن بقية الرسامين؟ الذي يميز الرسم على الزجاج أنه رسم جداً دقيق، يحتاج لدقة عالية جداً. يعني أبسط خطأ في الرسمة يضطر الواحد يعيد الرسمة من البداية. طب أنت فين تعلمتي هذا الرسم؟ الصراحة أنا درست الرسم على الزجاج لحبي لهذا الفن، التحقت بمعهد وتدربت ورسمت. وكيف تعتقدي أنه ممكن تطوري مهاراتك؟ بالاستمرار والممارسة. جميل. طيب معاكي مجموعة لوحات، هل شاركتي بمعارض أو أقمتي معرض لنفسك؟ لم أقم معرض لنفسي، إنما شاركت في معرض قبل سنة في صنعاء. جميل. طيب أقرب لوحة عملتيها وإيش كان عنوانها؟ والحمد لله أقرب لوحة اللي هي آخر لوحة كانت بعنوان طائر السلام. جميل. طيب أنت تكلمتي عن مواهب أخرى غير الرسم على الزجاج، كاتبة وشاعرة ومصورة، فين تلاقي نفسك أكثر وكيف تقدري توفقي بين دراستك وبين المواهب الكثيرة؟ الحمد لله أنني وضعت بصمة في كل مجال، سواء الأدبي، سواء الرسم على الزجاج، أو التصوير الفوتوغرافي، أو العزف على الكمان، لكن العزف على الكمان لم أستمر فيه كثير لإنشغالي والسفر والغربة وإلى ذلك. طبيعي أتفهم. لكن أجد نفسي كل شيء مرتبط مع بعض، يعني ألتقط صورة وأكتب من وحي الصورة. طيب لبنى، بمناسبة يوم المرأة العالمي، هل لديك كلمة تقدميها للمرأة اليمنية وللفتاة اليمنية في مثل عمرك؟ أقول لها اجتهدي وثابري وتمسكي بأهدافك ولا تسمحي للعوائق أن توقفك. جميل. تكلمتي أنك يعني الشخص اللي تشتي تلتقي فيه بعد 10 سنوات يكون أنت. طيب إيش هو طموحك؟ فين تشوفي نفسك بعد 10 أو 5 سنوات على الأقل؟ السبب اللي دفعني أقول هذا لأني أريد أن أرى نفسي بعد 10 سنوات، كيف أصبحت وماذا حققت وهل حققت ما أريده. أريد أن يعني أكمل ويعني أسوي رسالة الدكتوراه في الطب بإذن الله. جميل. ما بتكفيكش 10 سنين؟ ما بتكفيكش 10 سنين؟ طيب هذا بالنسبة للمجال العلمي. بالنسبة للمجال الفني، هو التوافق ما بين المجال المهني والفني والعلمي ضرورية جدا. أنا في أوقات فراغي أتجه للجانب الفني.
جميل. لبنى القباطي أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق.